наследники Власова يا رب يا اختي. مطلوب مننا اليومين دولت ان احنا نكسر جهودنا على الجبهه المصريه والسوريه، المصريين بالذات بيحاولوا يقضوا صفقات اسلحه كبيره قوي مع السوفييت علشان يعوضوا خسائر جيشهم في سيناء. عايزين نعرف بقى اسرار الصفقات دي، انواع الاسلحه وعددها وكمياتها وقوه نيرانها. احنا عندنا عميل بالفعل في ميناء اسكندريه جنرال. مش كفايه عميل واحد، مش كفاية. قاعدة المعلومات بتقول مصدرين على الأقل لتأكيد المعلومة، ومفيش معلومات سمعية. احنا هنحتاج عيون كتيرة جوا مصر، جوا المواني والمطارات، في قلب الجيش المصري ذات نفسه. هنعيد تنشيط مجموعة جاك جنرال؟ لا مش كلهم، العناصر اللي احنا محتاجينها للمهمة بس. ايه في ايه؟ آسف جدا جنرال، لكن جيفيت سوناتا هنا ومصرات قبلك فورا. سوناتا دلوقتي؟ تؤمر بيه جنرال؟ خليها تتفضل. انا عارف سوناتا، ما دام عايزه تقابلني يبقى مش هعرف اتكلم معاك ودقيقه واحده. ازيك؟ اوامرك جنرال. راجع على كشف الترشيحات اللي بعته جاك من مصر. وانت يا حنين، عايز تقرير عن المعلومات اللي جات لك من اسكندريه. اوامر يا جنرال. بعد ما هشوف سوناتا هنرجع تاني لك. تمام، اتفضل. الحقيقة لا، أنا أصلا كنت مشغول أوي اليومين دولت، مباراش جرايد. إيه؟ لسه حد بيكتب عنك؟ المرة دي هايدي يا جنرال. هايدي؟ مالها؟ بقت صحفية، مبروك. مش معقول. لا، هايدي خليته معقول. هايدي بقت صحفية في جريدة مختاف، أكبر جريدة معارضة. إزاي تكتب كلام زي ده؟ أنت لازم تاخد موقف يا جنرال، لازم تتصرف. البنت دي تمردها بقى أكتر من اللازم، كده هتسيء لينا كلنا. حطتني في موقف محرج جدا. عشان كده لازم تتصرف وتحط حد للي بيحصل ده. يعقوب، يعقوب أنت فين يا يعقوب؟ أهلا 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 بديع. ايه يا حبيبي؟ احنا مش قلنا لما نتقابل بره ما يبقاش فيه اسماء؟ يعني لازم نتقابل في حته خاله زي دي؟ ما نتقابل في اي قهوه في وسط البلد وخلاص. عملت ايه؟ ده كل اللي لقيته المره دي. مش كفايه يا حبيبي، مش كفايه. المره الجايه لازم تجيب لي قد ده 10 مرات. التجاره شطاره، وعشان كده لازم اعرف دبة النملة في المينا. مفهوم، بس انا عايز اكتر. ايه يا حبيبي؟ ما سمعتش. انا عايز 50 جنيه حتة واحدة. اشمعنى؟ بصراحة بقى الموضوع مش جايب همه. ليه يا عبد البديع؟ ليه يا حبيبي؟ وانت بتاخد كام في المينا؟ 17 جنيه ونص.
بس انا بيطلع لي بتاع 30 جنيه يعني على الاقل. وانا بديك كام؟ 40. بس انا عايز 50. ماشي يا حبيبي، بس المره دي يعني هتمضي لي على ورقه صغيره كده. ورقه ايه؟ وصل امانه يعني؟ لا يا حبيبي، وصل امانه ايه؟ لا لا لا، ده وصل صغير بيقول يعني انك خدت مني المبلغ ده. اصل انا مش لوحدي، انا عندي شركة يا حبيبي، ودي فلوس ناس. امضي لك كده، يبقى اديك عناية يا حبيبي. دي كل الاوراق بتاعتك اللي ورثتها عن والدك زكي رافع واللي رجعت بيها من طنجة. بالنسبة للجوازات والجمارك انت وصلت امبارح بالليل، والاوراق الرسمية بتؤكد كده. حتى لو حب حد يتحرى عنك مش هيوصل غير اللي احنا عايزين يوصله. تمام. طب وعمتي استر ساكنة فين؟ يعني مش فاهم. دي عمتك يا موسى، اسأل عنها ودور عليها لحد ما تلاقيها بنفسك. لازم كل حاجة تمشي طبيعي. يعني ما استناش مساعدة منكم ولا ايه؟ المرحلة دي انت هتتصرف فيها لوحدك. اسأل عن عمتك ودور عليها في الشوارع، في المحلات، في المعبد. عايز تدور على شغل دور، ودور على سكن برضو. انا عايزك تمارس حياتك بشكل طبيعي في ظل الظروف اللي زي دي. فهمت. قلقان يا موسى؟ ده شعور طبيعي وإيجابي وبيحمي أمنك وسلامتك، ده اللي احنا بندور عليه فعلا. دلوقتي إن شاء الله على الفجر كده هنسافر اسكندرية، وأول ما تحط رجلك هناك هيبدأ دور موسى زكي رافع فعلا. خد بالك من نفسك. افهم ايه ده؟ مقال. مقال ده بيتكلم عن ايه؟ عن السلام، عن ضرورة التعايش مع الدول اللي حوالينا بدل ما نحاربها. انت ازاي تكتبي كلام فارغ زي ده؟ دي وجهة نظري وبعبر عنها. الشكل ده في جريدة معارضة؟ انت كده بتحرجيني. بحرجك ليه؟ انت حر في رأيك وانا حرة في رأيي. مش بتقولوا ان اسرائيل بلد ديمقراطي؟ خلاص زعلان ليه؟ اسمعي لما اقولك، انا ما عنديش استعداد ان انا اخسر مكسب من المكاسب اللي انا كسبتها بعرقي وبدمي علشان خاطر بنت مجنونه، بنت مش قادره تعدي فتره المراهقه. يمكن اللي انت وصلت له بعرقك، لكن مش بدمك، بدم غيرك. قصدك ايه؟ لا، اذا كانت ذاكرتك ضعيفه افكرك بحرب 48 ودير ياسين والاسر المصريين في 56 و67. فاكر عملت فيهم ايه يا جنرال؟ ولا الدم الكتير حاجه بذاكرتك؟ انت مالكش دعوه بالحاجات دي خالص. امال ليه دعوه بايه؟ من اللي تقولولنا عليه وبس. انت مواطنه اسرائيليه، يعني ولائك في الاول وفي الاخر لازم يكون لاسرائيل. انا مش قادر اتصور انت بتفكر ازاي مع انك من الصبره. اللي اتولدوا هنا في اسرائيل، والجيل اللي عايز يعيش في اسرائيل برضو، ما تنساش كده. ما انا مش ناسي، انا وظيفتي اني انا اقابل لك الحياه هنا في اسرائيل. انهي حياه؟ طول الوقت بتتكلموا عن حياه اسرائيل وامن اسرائيل واستقرار اسرائيل، ما بنشوفش منكم غير الحرب والخراب والموت. الحرب هي اللي صنعت امن اسرائيل. مفيش حرب بتصنع امن، الحرب ما بتسيبش وراها غير الخراب والدمار، ما بيروحوش من القلوب. كلمي بقى كلام المعارضه اللي خربت عقلك. لا، ده كلام العقل اللي مش عايزين تسمعوه انتوا في اسرائيل. اسمعي يا هايدي، كل الكلام اللي انت بتقوليه ده ملوش اي معنى عندي. انا اتولدت وكبرت وعشت عمري كله وانا مقتنع ان السلام بيننا وبين العرب مستحيل. الحرب هي الوسيله الوحيده للتفاهم بيننا. لازم نضربهم ونضربهم جامد علشان يسمعونا. والعكس برضو. يعني يعني هم كمان لازم يضربونا علشان يسمعوا. العرب يضربونا؟ العرب عمرهم يضربونا. مين يعرف؟ انا عارف. دلوقتي عايز اجابه واضحه ومحدده، هتبطلي تكتبي المقالات السخيفه بتاعتك دي ولا لا؟ لا. ترجمة
100%، واكتر من كده معرفش. وكده كفايه جدا. تشكك كده. لازم يدور عليها ويتعب ويتوخ زي ما كان موسى الحقيقة هيعمل لو جه يدور على عمته. ايوه بس اسكندرية كبيرة ودي مسألة مش سهلة. دي ست وحدانية، مفيش حاجة محددة تدل عليه. لازم يلاقي وسيلة منطقية يا حسن. بعدين ما تنساش اننا في المرحلة دي بنحاول نزرع عمر وسط مجتمع يهود اسكندرية المحدود، وده امر مش سهل. لازم نمشي صح. لو دور كويس هيلاقيها. ايوه افتكرت دي الست اسمي ساكنه في الحاره اللي بعدين حضرتك. ده كده؟ اه ان شاء الله هي. الحاره دي؟ اه اللي بعدين ان شاء الله. رافع ساكنة هنا؟ ولا مؤاخذة حضرتك مين؟ أنا موسى ابن أخوها. إيه؟ الأستاذ موسى ابن أخوها؟ أنت بتتكلم جد؟ اتفضل الست إستر ساكنة في البيت ده. اتفضل اتفضل. شكرا. التليفون يا معلم. تحت أمرك يا زيور. يا معلم يا معلم. أنت عارف مين ده؟ مين يا معلم؟ مش هتصدق. ألو أنا مدحت. السمك وصل. حسن يا حسن، عمرو قابل إستر. عظيم. ومالك منفعل قوي كده ليه؟ المواجهه الاولى مع استر، يا اما هتقبله باعتباره ابن اخوها يا اما هترفضه. صباح الخير. جرى ايه؟ ما تهمل بقى، كفايه بقى انها واحده. هو انا طرشه؟ هي الكهرباء ببلاش. ازيك يا عمتي؟ بتقول ايه؟ عم ايزك لا حول ولا قوة إلا بالله. حد يصدق يا عالم دي حاجة ولا في الخيال؟ هو في إيه يا أخويا؟ يا الإسعاف دي جاية لمين؟ للست إستر. ليه يا مالها؟ نغور في 60 ده هي كل اللي زيها. عمتي 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 سكة، افتحوا لنا سكة. ماله حصل لها إيه؟ مفيش، أنا لسه بقول لها إزيك وقعت من طولها. ليه عملت لها إيه؟ ولا حاجة، بسلمت عليها بس. بس كده؟ بعد إذنك. ايه في ايه؟ احنا اسعاف يا حاج، وجايين عشان حضرتك. اسعاف؟ مين اللي جاب الاسعاف؟ ما انا كويسه اهو، هي فلوس وخلاص. ده مجاني يا حاجه. مش شغلي. موسى موسى موسى، انت فين موسى؟ انا هو يا عمتي. تعال 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 يا ابو حميد، تعال في حضن عمتك يا ابن اخويا. تعال خلينا نتملى منك اهو. كده بقى يا فؤاد، عمرو قدر يزرع نفسه وسط المجتمع اليهودي في اسكندريه. لا لسه،
اللي حصل ده عامل زي استقبال الجمهور للممثل اثناء فتح الستار، انما العرض الحقيقي لسه ما ابتداش. بقول لك يا فؤاد، هو انت كان نفسك زمان تطلع مخرج؟ ولما جه وسالني عنها انا ما كنتش مصدق نفسي، قلت له انت موسى؟ قال لي الله، وانت عرفتني ازاي؟ وبعدين يا جماعه رح ايه؟ خلاص بقى، ما احنا هنمضوها راغي ولات وعدل، وما لناش شيله غير موسى وشيله موسى. هو دي حاجه مش بسيطه يا معلم، طول عمرنا بنسمعه ان الولد موسى ده هيجي ويجيب لها حقها، وعمرنا ما صدقنا ان دي الحقيقه. حقيقه ولا مش حقيقه؟ هو كان يعني هيغرف ويدينا او يهودي التم على يهودي وقلب لا تحزن. بس شفتم يا جماعه الست استر قابلته ازاي؟ دي من فرحتها عقلها طار. ده والمرسى ابو العباس انا اول مره اشوفها بتشتري قطه من عند حسن الفرارجي. الاقي يطلعوها بالسم الهاري، هما الاتنين قادر يا كريم. كل اصلط ما تندخش اصلط. ده انا بقيت واكل البسطه كلها بألف هنا وشفه. مطرح ما يسر يمري، كل يا والا ورم عظمك، ده انت راجع عدمان وخاسس ومقسد كمان. وانت كنت شفتيني فين بقى قبل كده؟ ازاي يا والا؟ طب ده انا مربياك لحد ما بقى عندك سنتين قطعيه واحده. بلك يا موسى وانت صغير يا اخت عليك وعلى جمالك، كان وشك كده اهو وخدودك مربربه. بس ده من زمان قوي يا عمتي. الله، وحشتني الكلمه دي عمتي، طالعه من بقك زي السكر. يا موسى يا ده انا كنت مستنيه رجعتك بفارغ الصبر. يا حبيبتي وانا ياما دورت عليكي. اهو كله من ابوك النتن وعنده، عشان قال ايه؟ انا ما رضيتش اهاجر معاكم وما رضيتش اديله العقد، فتقمص وما ردش على جواباتي، جاته ست النصيبه. هو انت يا عمتي ما كنتيش بتكتبي عنوانك في الجوابات؟ انت ايش عرفك؟ الجوابات كلها معايا. يا اخويا سيبك من الكلام ده، المهم رجعتك ليا بالسلامه. يا حبيبتي وانت احكي لي عامله ايه وعايشه ازاي؟ عايشه كويس؟ كويس بلا وجسة، عشان متهانة متمرمطة، وكنت مستنية رجوعك عشان تاخد لحقي. خد لحقي يا موسى. حقك؟ ازاي؟ احكيلي يا عمتي. رجع؟ معقول؟ انا استغربت زيك كده في الاول، بس رجعت وقلت طب وفيها ايه؟ ما في الدنيا ياما بيحصل. وايش عرفنا ان هو موسى؟ استر عرفته. شفته ازاي بقى وهي ما شافتوش من وهو عيل صغير؟ معرفش، اكيد قلبها حس بيه. بطلي كلام فارغ، احنا مش في فيلم عربي. امال يعني هيكون مين بس يا يعقوب؟ اي حد عايز يتدس ما بيننا وخلاص. وهيتدس ما بيننا ليه؟ حيلتنا ايه بقى؟ ده الكلام اللي بنقوله للناس علشان نكسب تعاطفهم ونبعد مخهم عننا، لكن الحقيقه بقى استر عندها اللي يستاهل. واستر عندها ايه يا حصر؟ العقد. العقد؟ انت تفتكر الجدع ده جاي عشان الحكاية بتاعت العقد دي؟ قولي لا، موضوع العقد ده يا رشيل كان موضوع كبر قوي وتعرف للمنطقة كلها، والناس كلها كمان عارفة انه لسه مختفي لغاية دلوقتي، وكلام استر عن ابن اخوها اللي نفسها يرجع برضه معروف للكل. ده ممكن يشجع اي نصاب انه يعمل موسى ويخش البيت بقى ويدور براحته. طب والعمل؟ سيبي لي الموضوع ده يا رشيل، انا مش هيهدى لي بال الا لما اجيب قرار. حاضر. انت مساء الخير يا هايدي. ايه اللي جابك؟ دي مقابلة تقابل بيها ضيفة بتدخل بيتك اول مرة؟ ما افتكرش اني دعيت حد البيت المتواضع، خصوصا سوناتا العظيمة رئيسة اللجنة الاقتصادية في الكنيسة. سيبت البيت ليه يا هايدي؟ امر ما يخصكيش يا سوناتا. لا ده يخصني قوي قوي. طب قوليلي بقى انت ازاي يخصك؟ كل شؤون حياتك تخصني، لانك زي بنتي. وده يديك الحق انك تتدخلي في حياتي؟
حياتك كلها تهمني اكتر ما تهمك يا عايدي. انا ربيتك من صغرك وبخاف عليك قوي. عليا ولا على نفسك؟ على نفسي. ايوه على نفسك. اللي جابك ولا خروجي من البيت ولا استقلالي بحياتي. اللي جابك المقال اللي كتبته عن لجنتك الاقتصادية. لا مقالك ولا ألف مقال زيه يحركوا سوناتا فرد من على كرسيها أو مكتبها. ولما سوناتا عظيمة وقوية كده ليه شغلة نفسها بهايدي البنت البسيطة العادية بتاعت السلام دي؟ اسمعي يا هايدي، كل اللي بتفكري فيه ده مش ممكن يحصل أبدا. طبعا طول ما العقول زيك هي اللي بتحكمنا. بقولك يا هايدي، أنا مش جاية عشان أناقش أمور السياسة المتطرفة بتاعتك دي. متطرفة؟ شوفي فليكن، اللي بيحصل ده مش هيبقى في مصلحة الجنرال خالص ولا هيبقى في مصلحة إسرائيل كمان. ودي بقى مش سياسة؟ عموما أنا حذرتك يا هايدي. أعتبر ده تهديد؟ اعتبريه زي ما تعتبريه. خلاص مفيش داعي تعمل كده يا جنرال، وظيفتك الجديدة ما فيهاش تحية عسكرية إلا قدام بطل إسرائيل الأول. إحنا كلنا هنا لازم نرفع إيدينا بالتحية العسكرية. بمناسبة الكلام عن العسكرية، عايزك تقرأ وتسمع الكلام اللطيف اللي مكتوب هنا. آلة الحرب الدائرة إلى أين؟ يتحدث قادتنا كثيرا عن أمن إسرائيل واستقرار إسرائيل والحدود الآمنة لإسرائيل، ومن أجل هذه الأهداف التي تبدو عظيمة في نظر وسمع شعبنا أطلق القادة آلة الحرب الجهنمية. أطلقوها أولا للحصول على وطن آمن، ثم للحفاظ على ذلك الوطن، وبعدها لتأمين حدوده، ثم للتوسع. ومن يدري بأية حجة سوف يطلقونها غدا ونحو أي هدف، ولن يهم لحظتها ما هو الهدف. فالمبرر دائما موجود: أمن إسرائيل واستقرار إسرائيل. وكلام سخيف من عقل تافه ما عندوش أي فكرة عن قواعد الأمن ولا وجودنا في وسط خضم من الأعداء والأحداث. والمفروض إن إحنا نتجاوز عن كل ده علشان ندي صورة جميلة عن الديمقراطية في إسرائيل. لكن فيه مشكلة واحدة: التوقيع في نهاية المقال باسم هايدي هاير. الحقيقة يا فندم، الحقيقة إنك مش قادر تسيطر على بنتك. مش فاهم إزاي راجل بالضعف ده يبقى مسؤول عن أمن وسلامة إسرائيل كلها. مسألة مش مسألة ضعف، إنما يعني إنما إيه؟ المفروض إنك أنت دلوقتي بتدير أخطر جهاز أمني في إسرائيل، وبتتابع أقوى شبكاتنا في الشرق الأوسط. إزاي في وسط كل ده تظهر في بيتك مشكلة زي دي؟ أوعدك يا فندم إن المشكلة دي هتتحل في أقرب وقت وبأي تمن. ما ينفعش يا عبد البديع، قلت لك ما ينفعش. مش معنى ما كل مرة بينفع، وبعدين المعلوم جاهز وتمام زي كل مرة. هو أنا مستغني؟ قلت لك ما ينفعش، لأن التوقيع بتاعي ما بقاش ليه أي لازمة. يعني إيه؟ يعني الراجل الجديد بتاع مصر هو اللي في إيده كل حاجة. تنظمه إيه؟ ملوش نظام، وهو من يوم ما جه ومنشف الدنيا علينا وقفل الحنفيات وموتنا من الجوع والعطش. وبعدين بقى صباح الخير يا خواجه. صباح الخير يا حبيبي. ايه بيزوق من الشغل ولا ايه النهارده؟ لا انا مستأذن ساعة بس، عايز يعوب افندي في كلمتين. والكلمتين دول ما تقولهمش الا هنا؟ ايوه يا خواجه، مش بنتكلموا في الشغل. خلاص يا حبيبي، اهو عندك اهو، اشبعوا ببعض. اهلين يا استاذ اشرف. لا اهلا وسهلا. اسمع بقى، انا مش قادر على الموضوع ده. انا فيهم حكايه المينا والسفن الروسي، انا بصراحه مش مستريح للموضوع ده. اشمعنى؟ فيها زي التجسس كده، وانا بصراحه مش مستعد اخون بلدي ابدا.
مش مستعد ليه؟ بتكهكه قوي كده على ايه؟ الاستاذ اشرف قال نكتة انما تهلك من الضحك. وفيها ايه بس نكتة يا عقوب؟ مسألة خيانة البلد دي فعلا نكتة تهلك من الضحك. وايه اللي فيها يضحك؟ هو انت مش واخد بالك ان ده ما يفرقش كتير على اللي انت بتعمله؟ عن السرقة، تزوير المستندات، تهريب البضاعة من الجمرك، ولا ده شرف على الاخر؟ ومسألة تفتيح العينين دي هو اللي خيانة. اصله اصل المبلغ قليل مش كده؟ شوف يا حبيبي، احنا لا بنتجسس ولا زفت، ده بيزنس شغل، هناكل منه عيش. وعموما انا هديك 20 جنيه عن كل معلومه تجيبها من المينا، ايه رايك؟ بس حبيبي اطمن بيهم اصلا. حاضر. اما بقى يا حبيبي موضوع مصر ده فانا هعتبره اوفر تايم، يعني مكافاه مستقله. انا مش شايف ان ليها لازمه خالص. لو انت عايز تصاحب الواد اللي اسمه خالد ما تصاحبه انت. لا يا بورا، مش انا اللي هصاحبه، انت اللي هتصاحبه. وليه انا؟ لان ما ينفعش يعملوا عنه تحريات لو حب يخش الكليه الحربيه مثلا ويلاقي صاحبه يهودي. اه انا كده فهمت. كويس كويس يا اشرف انك ابتديت تفهم. خلاص يا عقوب اشوفك بالليل. لا في ايه يا عقوب؟ احنا مش هنتقابل غير مره واحده في الشهر ومش هنا. امال فين؟ في المكان اللي انا هحدده لك. ماشي. واسمع، ما تقطعش عن هنا مره واحده، تيجي مرتين ثلاثة للخواجة موريس، وبعد كده تدب معاه خناقة وتقول انه كل عليك فلوس. مفهوم؟ مفهوم. سلام يا عقوب. سلام يا اشرف. غبي. ايه يا عز؟ ازاي الجماعة فوق؟ وازاي نهى؟ والله يا ماما دي صعبانة عليا خالص. ما بقتش مها اللي اعرفها، لا بتخرج ولا بتقابل حد. مين يصدق ان دي مها اللي ما كانتش بتبطل مقاوحة؟ عشان عامر برضو؟ هو في غيره؟ والله البنت صعبان عليا قوي يا طلبة. احنا ما بقناش مستحملين، ما تشوف لنا حل يا اخويا. وانا اقدر اعمل ايه بس يا كريمة؟ يعني ايه؟ يعني انا لو جرالي حاجة ما اقدرش ابلغ ابني؟ لازم في طريقة. هم اللي في البعثات دول مش ليهم عناوين برضو؟ طيب خلاص 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 يا كريمة، أنا بكرة الصبح هروح إدارة البعثات وأسأل على عنوانه ونطمن عليه، وربنا يعمل اللي فيه الخير. ألو؟ أيوة مين؟ أهلاً أهلاً يا حاج. إزيك حاج جمعة؟ لا أنا خالد. إزاي الحال؟ لا ما أنا باجي تلات أيام بس في الأسبوع، ثانوية العامة بقى أنت عارف. أؤمر يا حاج. اتفضل يا سيادة اللواء، ده حقك في عملية الكبالي اللي احنا عملناها. ما تخليها، الشغل محتاج سيولة. السيولة الحمد لله كتير والشغل ماشي، وربنا يبارك لك في ابنك خالد، شايل الشغل شيل. وبعدين برضه لازم تدوق من حلاوة المحل، مش كده ولا ايه؟ ايوه كده برضه. مالك يا ست لوى؟ سرحان في ايه؟ عمرو وحشنا وشوف. يا راجل ايه انت اللي بتقول الكلام ده؟ اياك نسيت لما كنت بتقعد في المعسكر شهور ولو حد اعترضك بتزعل على طول. لا ما نسيتش، بس قلب الاب بقى شكري. بعدين ده في بعثة مش عجبنا. ربنا يجيبهولك بالسلامة يا رب. يا شكري يا رب. عموما انا بكرة هروح ادارة البعثات عشان اطمن عليه. مساء الخير يا استاذ خالد. اهلا اهلا يا استاذ اشرف. ازيك يا استاذ خالد؟ ايه النور ده؟ الحمد لله. انا قلت انك انت بطلت تجينا اسكندريه، قلنا نجي لك احنا هنا مصر. معلش مشاغل. المره دي بقى انت في ارضي ولازم تاخد حاجه. ماشي اهو، يبقى عيش وملح. هو يعني لازم كل مره نتقابل في مكان معقد كده؟ المفروض تكون اتعودت يا حبيبي، دي تالت مره نتقابل. المرة الجاية ممكن رجلي تفلت من على الصخر ورقبته تتقطم. مش لما تطلع لك رقبة الأول. خير؟ طالبني ليه؟ شكل أشرف كده يا حبيبي مش هيكمل معانا. ليه؟ انكشف؟ انكشف إيه يا حبيبي؟ ألف مرة قبل كده قلت لك مش ممكن حد يشتغل معايا وينكشف. أمال مش هيكمل ليه؟ عشان أنا مش عايزه يكمل. طب أنا مال؟ بعت لي أنا ليه؟ أنا عن نفسي بجيب لك أخبار المينا أول بأول. أصل يا حبيبي أنا عايز معلومات جديدة. أكتر من كده؟ المرة دي مش عن السفن. امال عن ايه؟
عن واحد قريبي. قريبك انت؟ ايوه يا حبيبي. في الورقه دي كل المعلومات عنه، عايزك تقراها وتحفظها كويس، وبعد كده تحرق الورقه زي كل مره. مفهوم. يعني ما قلتليش ان في موظف جديد اشتغل في المينا. موظف ايه؟ مدحت. وانت عرفته منين؟ جرايا يا عبد البديع، مش قلتلك ان انا بعرف كل حاجه؟ اريتوب هاي، قلقتني قوي لما طلبت مني اني اجي متاخر كده. طمنيني، عملت ايه مع هايدي؟ في ايه؟ ارجوك يا سوناتا قولي لي عملت ايه مع هايدي لو سمحتي. ما عملتش حاجه. يعني ايه ما عملتش حاجه؟ هربت من الموقف برضه زي عوايدك، وبعدين في الاخر هتحمليني المسؤوليه وتتهميني بالتقصير. مالك هاير؟ ما هي مشاكل هايدي هي نفس مشاكلها طول العمر. طبعا، وانت على بالك حاجه، انت سوناتا الجميله عضو الكنيست، رئيسة اللجنة الاقتصادية، نجمة من نجوم المجتمع الإسرائيلي. في إيه هاير؟ مالك النهاردة؟ أنت متوتر جدا على فكرة، وبعتلي عشان تصب توترك عليا. أنت متصور إن أنا هستحمل منك اللي ما استحملتوه زمان؟ أنت عمرك ما استحملتيني لا زمان ولا دلوقتي، أنت حتى بنتك ما استحملتهاش. أنت طموحك أكبر بكتير قوي من عواطفك. جنرال، احنا كده خرجنا عن الموضوع، احنا بنتكلم عن هايدي مش عني انا. مفيش فرق، المهم انك انت معرفتيش تعملي معاها حاجه ولا تقنعيها انها تبطل الافكار البايخه اللي في مخها دي. يا هاير، البنت مش عاوزه تسمع كلامي، انا مش قادره اقرب منها لدرجه ان انا فكرت يعني اني انك تصرحيها. مظبوط. ما انتش هتقدري. قصدك ايه؟ قصدي ان اسلوب الدلع ده ما عادش نافع. انا في الاول سكت لها، هي ما صدقت، سابت البيت وراحت اجرت استوديو في احقر حي من احياء تل ابيب، في دماغها انها كده بقت حره. لكن لا. انت ناوي على ايه يا هاير؟ هنسى انها بنتي واعاملها بطريقتي الخاصه. مع هايدي؟ مع اي بني ادم يهدد امن اسرائيل او امني انا الشخصي.